لجنة لمتابعة عمل الحكومة والقيام بإصلاحات سياسية، فضلا عن إجراء اتصالات مع الجهات المختصمة، سرعان ما أثار مواقف متباينة في الأوساط السياسية. فالقائمة العراقية وصفت الخطوة بالمتأخرة، فيما أكد التحالف الكردستاني أن إجراء الإصلاحات لا يعني كتلة بعينها، مؤكدا مضي أطراف أربيل والنجف باتجاه الاستجواب وسحب الثقة. أنا أستغرب لهذا الأمر، لكون هذا المسألة متعلقة بمجلس النواب، على مجلس النواب أو مؤسسات التشريعية يقومون بمتابعات أو بمتابعة لحكومة أو مؤسسات التنفيذية، ليس الشأن أي كتلة سياسية يتابع هذا الأمر. لحد هذه اللحظة نحن الكتلة السياسية المجتمعة في أربيل والنجف مصرين أو ماضين في عملية السحب الثقة وبحراء عملية الاستجواب لدولة الرئيس والوزراء. ائتلاف دولة القانون من جهته أكد أن الهدف من اللجنة هو إبداء حسن النية بإجراء إصلاحات سياسية، إلى جانب التمهيد للجلوس إلى طاولة الحوار على طريق تجاوز الأزمة. هذه اللجنة، لجنة الثمانية، تهدف إلى شيئين مهمين. تهدف أولا إلى خلق جو من الحوار الهادئ الشفاف الواضح بين كل الكتل والمكونات السياسية والاتصال بكل الجهات السياسية العراقية والانفتاح السياسي على كل المكونات. أيضا تهدف إلى إصلاح الشأن الداخلي العراقي وعمل إصلاحات حقيقية. أما المحللون السياسيون فيعتقدون أن خطوة التحالف تعد إرضاء للصدريين، لا سيما بعد عدولهم عن موقف الاستجواب. التحالف الوطني ينطلق في هذا الوقت بالتحديد حينما يرفع مفهوم الإصلاح باتجاه سياسة إرضائية على مستوى بعض مكونات التحالف الوطني وبالتحديد التيار الصدري، وأيضا يدفع باتجاه إرضاء الكتل السياسية الأخرى ومحاولة تطويق أزمة سحب الثقة. وعلى الرغم من التأكيدات بأن لجنة الإصلاحات ستطلع بدور مهم في احتواء الأزمة، إلا أن تحديدها لنوع الإصلاحات وشكلها قد يتقاطع مع توجهات الكتل الراغبة بحجب الثقة عن الحكومة، لا سيما وأن الإصلاحات التي ينادي بها خصوم المالكي لا تتعدى تطبيق ما ورد في اتفاقية أربيل حصرا وفقا لما يراه مراقبون. إدريس جواد، السومرية.